السلام عليكم، كيفكم؟ أتمنى أنني لم أغيب عنكم كثيرا. كما يعرف الجميع فأنا من المهووسين بالأمن المعلوماتي، وقدمت طيلة تواجدي معكم مجموعة من الدروس في هذا المجال، كما قدمت مجموعة من المحاضرات حول العالم في الأمن المعلوماتي. وطبعا دائما أكون سباق لكي أشارك في جميع الأحداث التكنولوجية بصفة عامة، وخصوصا تلك التي تدخل في إطار الأمن المعلوماتي. فقبل أسابيع قليلة شاركت بناء على دعوة من شركة كاسبيرسكي في حدث كاسبيرسكي هنا بمدينة مراكش، والذي امتد على مدار يومين عشت فيها طبيعة الحال الاستفادة ولقائي كذلك مع خبراء كاسبيرسكي، وكذلك المتعة من خلال زيارتنا لحدث فورمولا إي والذي يتم دعمه من طرف شركة كاسبيرسكي. ففي اليوم الأول حضرت إلى محاضرة جد مهمة حول تاريخ الفيروسات وكيف تطورت هذه الفيروسات من أول فيروس بسيط ظهر في العالم الافتراضي إلى فيروسات جد معقدة يتم تحليلها ورصدها وفق مجموعة من الميكانيزمات الجد معقدة، ومن طرف كذلك خبراء ذوي قدرات عالية في لغات الآلة والبرمجة في شركة كاسبيرسكي. فمثلا فيروس ميلتينغ، والذي كان يظهر على أساس أنه حافظ لشاشة الحاسوب، لكنه هو في الواقع عبارة عن فيروس يقوم بتشويش حاسوب الضحية، وكان هذا الفيروس يعني من أولى الفيروسات في العالم، كما أن كان دوره يعني يقتصر فقط على تشويش حاسوب الضحية، وكان ينتقل يعني بين الحواسيب عن طريق يعني خدمة الأوتلوك. يعني كما ذكرنا الخبير بفيروس I love you، من يتذكر هذا الفيروس حيث أنه ظهر في سنة 2000؟ أتذكر جيدا أنه خلق ضجة إعلامية كبيرة، ويعني الإعلام تناول الموضوع بشكل كبير، لأن هذا الفيروس رغم أنه كان يعني بسيطا فمقارنة مع الفيروسات الحالية، إلا أنه تسبب في خسارة كبيرة جدا للمؤسسات المالية والشركات، حيث حصد سنة 2000 على رقم قياسي باعتباره الفيروس الأكثر ضرروا ذلك الحين. ثم بعد الفيروسات وتاريخ الفيروسات انتقلنا إلى الحديث عن إطفاء الطابع الاحترافي على الجريمة السيبرانية بين 2005 و2015، مع وصول الأعمال التجارية على الأنترنت والإعلانات والبلوك إلى غير ذلك. ثم كذلك الفيشين وعن طرق الفيشين الحديثة والبرامج الضارة العالية التطور. وأيضا في كل عام تحدد الشركة مجموعة من التوقعات على أساس العديد من الدراسات حول التهديدات الحالية المختلفة. طبعا هذه التوقعات مرسومة بفضل تحليلات من طرف شركة كاسبيرسكي لاب، وهذه التهديدات يعني هي التهديدات التي استهدفت المستخدمين في عام 2018، وما هي توقعاتها لتهديدات سنة 2019. من بينها مجال الهواتف الذكية خصوصا على أندرويد على سبيل المثال، فإن الشركة لا تترقب حدود تهديدات أمنية جديدة. فحسب خبرائها جميع التهديدات الأمنية الخطيرة لا زالت تنصب في إطار الحواسب والخوادم، حيث أن الاهتمام بها يزيد من طرف الهاكرز، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال عدم اهتمام الشركة بهذه التهديدات الأمنية، كون أن الهاكرز لن يقضوا حياتهم يركضون خلف الحواسيب. بل وأنها لازالت تراقب التطورات الأمنية في كل من الآيفون والأندرويد وكشفها للعديد من التهديدات الأمنية، خصوصا وكما يعلم الجميع أن الهاتف الذكي أصبح أكثر فأكثر استعمالا من الحواسيب المحمولة، وعدد من الأنشطة المالية والتجارية يتم القيام بها بواسطة الهواتف، خصوصا عندما نتحدث عن الدفع عبر الهاتف. بل وأكثر من ذلك، فالهواتف الذكية ولصغر حجمها فيمكن أن تتواجد معنا في أي مكان، بما في ذلك بعض الأماكن الحساسة والخاصة التي قد لا نرغب في أن يتم تصويرنا خلسة أو التجسس على مكالمتنا أو محادثتنا طبيعة الحال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المقابل تترقب الشركة تزايد الهجمات عبر الانترنت وانترنت الاشياء، وجعلها اكثر تعقيدا لا من ناحية الهجمات ولا كذلك من ناحية صعوبة كشف هذه الهجمات الالكترونية، خصوصا واننا اصبحنا نتحدث عن الثلاجات الذكية، اجهزة التلفاز سمارت، والتي اضحت هذه الاخيرة في كل بيت. فلا اعتقد انك ستكون سعيد وعندما يتم فتح كاميرا تلفازك وتصويرك، وهذا بالفعل يعني ما حدث في قبل سنتين عندما استطاع هاكرز اختراق ميكروفون احد
الشركات المصنعة لشاشات التلفاز الذكية، واستطاعوا أن يتجسسوا على المحادثات. ففعلا كلما ازداد يعني الأجهزة الإلكترونية في المنازل كلما ازداد خطر التجسس. كما أن خبراء شركة كاسبيرسكي غير متفائلين فيما يخص الانتقام العام. ما أقصده بالانتقام العام هو عندما يتم شن هجمات إلكترونية بين الدول أو بين الشركات الصناعية، حيث غالبا ما تكون الأهداف إما سياسية أو اقتصادية. فكلنا يتذكر الحروب الإلكترونية التي شنت بين الصين وأمريكا، أو هذه الأخيرة وروسيا. فهذه الحروب غالبا ما يكون الهدف من ورائها إما توجيه الرأي العام حول قضية معينة كما حصل مع مجموعة أنونيموس، أو يعني مثل الهجوم الأخير الذي شن على شركة سوني. فالمستقبل يدق ناقوس حروب إلكترونية عظيمة. فقط جهزوا صحون الضرة وتابعوا هذا الفيلم، سيكون ساخن هذه السنة. وليس هذا فقط، فخبراء شركة كاسبيرسكي كذلك يتوقعون هجمات تستهدف المعالجات واليوفي على وجه الخصوص. وهذا يعني أنه في المستقبل سنعيش هجمات هاردوير تستهدف تدمير الحواسيب اعتمادا على استخدام مالويرات، أي أنه ستكون الهجمات يعني إلكترونية تقصد الحواسيب بحد ذاتها. وهذا أكبر دليل على أن الفيروسات اليوم أصبحت أكثر تطورا من ذي قبل. فبالرغم من قوة المعالجات، هذه الفيروسات قادرة على تدميرها. فقط تخيل معي أنك تحمل برنامج يتواجد به فيروس من هذا النوع، وبعد تشغيله مباشرة يفقدك حاسوب بمئات الدولارات. لهذا فشركة كاسبيرسكي يعني تتأهب لظهور هذا النوع من الفيروسات في المستقبل، وهم مستعدين لمحاربته. لهذا أعتقد أنه من الأفضل أن تحمل برنامج كاسبيرسكي وتثبته على حاسوبك لكي تبقي صديقك في أمان. وأعود معكم لليوم الثاني، وهنا المتعة، حيث عشت كذلك تجربة فريدة من نوعها، وهو حضوري لأول مرة إلى منافسات سيارات فورمولا إي والتي تعمل بالكهرباء، حيث لأول مرة سأعرف أن الشركة كذلك هي تحتضن متسابقين عالميين. بصراحة عشنا الكثير من الأدرينالين خلال ذلك اليوم، وكنا من مشجعي طبعا فريق كاسبيرسكي، كما منحونا الفرصة من الاقتراب من السيارات من الحلبة أصلا، والاقتراب من السيارات ومشاهدة يعني كيف يتم تفكيك هذه السيارات وكيف يتم معايرتها قبل أن تدخل الحلبة مجددا. وكان يعني صدقا كان ذلك جد رائع. فكما تشاهدون معي في هذه الصور، يعني عشنا يومين رائعة جدا مع الشركة. وللإشارة، فالشركة كذلك تمنحكم خصم 50% على منتوج كاسبيرسكي توتال سيكوريتي. يمكنك فقط الحصول على هذا العرض انطلاقا من الرابط في الأسفل، ستجد الرابط، يمكنك مباشرة الحصول على هذا البرنامج وحصول كذلك على هذا الخصم. كما يمكنك كذلك التعرف أكثر على توقعات شركة كاسبيرسكي خلال هذه السنة انطلاقا من الرابط كذلك الذي يوجد أسفل هذا الفيديو. كنت جد سعيد أن أشارك معكم انطباعاتي خلال هذين اليومين مع شركة كاسبيرسكي. أضرب لكم موعد يتجدد مجددا على قناة المحترف. دمتم في أمان الله. تحياتي.